السلام عليكم. ما زلنا في الفصل الثالث من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، وما زلنا في الـ Inter Process Communication اللي هو الاتصالات بين العمليات. ومثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة، يعني ذكرنا أن هناك أما أن يكون Message Passing أو يكون هناك Shared Memory، هذه هي الطرق الرئيسية لتبادل الرسائل بين العمليات. وصلنا إلى ما يسمى بالـ Direct Communications اللي هو الاتصالات المباشرة بين العمليات. فإذا كان لدينا العمليات التي تريد أن تتبادل الرسائل فيما بينها، فإنها يجب أن تسمي إحداها الأخرى بشكل دقيق يعني ومحدد. مثلا عندنا السيستم كول send p message، معناتها أرسل رسالة، أرسل هذه الرسالة اللي اسمها مسج أو محتوياتها مسج إلى العملية اللي اسمها p. receive q message أيضا، معناتها استلم الرسالة مسج من العملية اللي اسمها q. مواصفات هذا النوع من روابط الاتصال انه اللينكس ار استابليشد اوتوماتيكالي، يعني روابط الاتصال يتم تاسيسها بشكل اوتوماتيكي. مجرد انه نقوم باستدعاء السيستم كول اللي اسمه سنت، سيتم انشاء رابط الاتصال. اللينك از اسوشيتد وذ اكزاكتلي وان بير اوف كوميونيكيتنج بروسيسز، هنا رابط الاتصال يتم يعني تخصيصه لزوج واحد من العمليات فقط، بحيث انه العمليه التي تقوم ب انشاء او استدعاء السيستم كول اللي اسمه سنت، هذه العمليه فقط هي ستقوم بارسال الرساله اللي اسمها مسج الى العمليه الاخرى اللي اسمها بي، وبالتالي سيكون هناك فقط زوج واحد من العمليات. كذلك الرساله التي ستستدعي هذا السيستم كول اللي هو ريسيف، ستقوم باستلام الرساله اللي اسمها مسج من العمليه اللي اسمها كيو، وبالتالي سيكون هناك فقط عمليتين في كل وقت من الاوقات. Between each pair there exists only exactly one link، يعني بين كل زوج من العمليات هناك فقط لينك واحد للاتصالات اللي هو فقط يستخدم لإرسال الرسالة وثم استلام الرسالة من الطرف الآخر. هذا اللينك يمكن أن يكون unidirectional but usually bidirectional. أيضا مثل ما ذكرنا هذا الرابط يمكن أن يكون أحادي الاتجاه، ولكنه في أغلب الأحيان يكون أو بشكل طبيعي يكون bidirectional، ثنائي الاتجاه، أي أنه العملية التي تقوم بإرسال رسالة معينة تتوقع من العملية الأخرى في الطرف الآخر أنه تقوم باستلامها، وهذا ما يسمى بالدايركت كوميونيكيشنز. الاندايركت كوميونيكيشنز اللي هو الاتصالات الغير مباشره، في هذه الحاله العمليات او الرسائل يتم وضعها، يعني يتم توجيهها واستلامها من قبل ما يسمى بالميل بوكس اللي هو صندوق البريد، واللي ايضا يسمى عاده يعني في بعض الاحيان البورت اللي هو المنفذ. كل ميل بوكس طبعا يحتوي على يونيك اي دي ايدنتيفيكيشن، يعني اسم او رقم خاص يعني يعرف هذا الميل بوكس. العمليات تتصل فيما بينها فقط عن طريق ما يسمى بالشيرد ميل بوكس اللي هو صندوق البريد المشترك، بحيث انه العمليه التي تريد ارسال رساله معينه تقوم بارسالها الى الميل بوكس، والعمليه الاخرى التي تريد استلام الرساله تستلمها من الميل بوكس. مواصفات رابط الاتصال في هذه الحاله بانه الروابط تؤسس فقط اذا كان هناك عمليات تمتلك صندوق بريد مشترك، كمان ميل بوكس اللي هو صندوق بريد مشترك. الروابط في هذه الحالة تخصص لمجموعة كبيرة من العمليات، يعني ليس شرطا أن تكون فقط اثنين عمليات، يعني يمكن أن يكون صندوق البريد مشترك بين أربعة أو خمس عمليات في نفس الوقت، تقوم بعضها بالإرسال وبعضها الآخر بالاستقبال. هنا طبعا عندما نقول ميل بوكس نقصد به بفر، يعني عبارة عن ذاكرة مؤقتة اللي هي عبارة عن شيرد ميموري مشتركة، ذاكرة مشتركة بين العمليات، تقوم العملية الأولى اللي هي عادة تكون البروديوسر بوضع نتائجها في هذا الصندوق البريد، وتقوم العملية الأخرى اللي هي الكونسيومر باستهلاك البيانات الموجودة في هذا الصندوق البريد، وهكذا. طبعا كل زوج من العمليات يمكن ان يمتلك several communication links، يعني يمكن ان تمتلك عدة صناديق بريد مشترك فيما بينها، بحيث انها تستطيع ارسال بعض النتائج الى صندوق البريد A وبعض النتائج الى صندوق البريد B وهكذا. الروابط في هذه الحالة ايضا يمكن ان تكون unidirectional او bidirectional، اي انها احادية الاتجاه او ثنائية الاتجاه. العمليات في هذه الحالة تبدأ العملية بانشاء ما يسمى بصندوق البريد او البورت، يعني create a new mailbox، إنشاء صندوق بريد جديد. بعد ذلك يتم إرسال واستقبال البيانات عبر هذا صندوق البريد، ثم بعد ذلك يتم تدمير أو يعني إنهاء هذا صندوق البريد، لأنه مثل ما ذكرنا هو عبارة عن ذاكرة مشترك لها عنوان بداية وعنوان نهاية. يتم تحديد عنوان البداية وعنوان النهاية لكل من هذه العمليات. تقوم العمليات يعني طبعا هذا ما يسمى بالcreate، بعد ذلك تقوم العمليات بتبادل الرسائل فيما بينها، بعد ذلك يتم إلغاء هذا الشيء وإرجاعه إلى نظام التشغيل الـ Operating System لكي يقوم بإسناده إلى العمليات الأخرى وهكذا. أيضا الـ Primitives العمليات الأساسية المستخدمة في هذه الحالة هي Send A Message، هنا راح نقوم بإرسال رسالة A إلى صندوق البريد، يعني هنا نحدد اسم صندوق البريد وليس اسم العملية التي نريد الإرسال لها. ونفس الحالة هي أيضا يعني Receive A Message معناتها استلم رسالة اللي اسمها Message من صندوق البريد اللي اسمه A، بغض النظر عن أنه هذه الرسالة قادمة من أي عملية، فقط اللي يهمنا في هذه الحالة هو اسم صندوق البريد الذي نريد تبادل الرسائل من خلاله. ايضا عندنا فد مشكله تحصل عندنا اذا كان لدينا مثلا العمليات P1 وP2 وP3 كلها تتشارك في صندوق البريد A، وكانت لدينا مثلا العمليه P1 تقوم بالارسال والعمليه P2 وP3 تستلم، فاين ستذهب هذه الرساله؟ يعني من هي العمليه المقصوده اذا كانت العمليه P1 تقوم بارسال بيانات معينه ووضعها في صندوق البريد؟
هل انه هي هذه الرسائل مخصصه للبي يو 2 او البي 3؟ طبعا عده حلول لتحديد هذه لحل هذه المشكله. اولا السماح لرابط الاتصال بان يكون محدد فقط لعمليتين في الوقت الواحد، واللي هي مثل يعني مثل الدايركت كوميونيكيشنز راح تكون. الحل الاخر انه only one process at a time to execute a receive operation، يعني نسمح فقط لعمليه واحده في الوقت الواحد ان تقوم بتنفيذ الاستلام، يعني بحيث لا تكون هناك تنافس على البيانات الموجوده في صندوق البريد بين العمليات المتعدده مثلا البي 2 والبي 3. الحل الاخر انه نسمح للنظام بان يختار بشكل عشوائي من هو الريسيفر، وطبعا السندر از نوتيفايد هو ذا ريسيفر واز، يعني نسمح لاي واحد من العمليات اللي هي في طور الاستلام بشكل عشوائي انه تستلم الرساله، ثم بعد ذلك يتم ارسال فد نوتيفيكيشن اللي هو تنويه الى العمليه المرسله لاخبارها من هو الريسيفر في الحاله السابقه. السينكرونايزيشن في هذه الحاله ايضا هو يعني المزامنه في هذا الوضع. عاده ارسال الرسائل يكون اما بلوكينج او نون بلوكينج. بلوكينج يقصد به انه اذا كان هناك عمليه معينه تقوم ب يعني بروسس يعني او فد اوبريشن معينه فانها ستكون ممنوعه من عمل اي شيء اخر حتى يكتمل يعني الارسال او الاستقبال. النون بلوكينج معناتها انه هي نون انسينكرونايزد، يعني غير متزامنه، بحيث انه هي تستمر في عملها طالما ان هناك ذاكره موجوده تكفي لذلك. البلوكينج يعتبر مثل ما ذكرنا سينكرونس، يعني متزامن، بحيث انه الارسال من نوع البلوكينج يسمح للمرسل بانه او المرسل يجب ان يتوقف او يمنع من الارسال حتى تصل الرساله او حتى يتم استلامها. الريسيفنج او البلوكينج ريسيف، المستلم يمنع من الاستلام حتى تكون الرساله متوفره، بحيث انه يعني هناك كانه بوابه تسمح وتمنع لهذه العمليات بالعمل، يعني المرسل يعني يرسل رسالة واحدة ثم يتوقف حتى يتأكد أنه الرسالة استلمت ثم يسمح له بإرسال رسالة أخرى. كذلك المستلم يكون متوقف في الوضع الطبيعي حتى يتأكد أنه الرسالة أصبحت متوفرة ثم بعد ذلك يبدأ بالاستلام. هذا ما يسمى بالسينكرونايزيشن، المزامنة اللي هي تمنع التنافس بين العمليات. بالنون بلوكينج اللي هو يعتبر اسينكرونس، غير متزامن، العملية المرسلة تستمر بالإرسال يعني طالما أن لديها رسائل تريد إرسالها، وكذلك العملية المستلمة أيضا تستمر باستلام الرسائل. إذا كان هناك رسالة صحيحة فإنها تقوم باستلامها، وإذا لم يكن هناك رسالة فإنها تستلم ما يسمى بالنل مسج، اللي هي رسالة تدل على أنه ليس هناك شيء موجود، يعني أنه السندر والريسيفر تستمر بالاستلام في كل الأوقات. طبعا بعض يعني معظم نظم التشغيل تحتوي على different combinations possible، يعني عدة تركيبات من البلوكينج ونون بلوكينج. إذا كان كل من السندر والريسيفر اثنيناتهم من نوع البلوكينج، هذا راح ينتج لدينا ما يسمى بالرندز بس. الرندز بس هذا هو اللي يعتبر كأنه الزيرو كاباسيتي بفر. إذا كان لدينا بفر الاستيعابية أو القابلية الخزن الخاصة به صفر، بحيث أنه السندر يجب أن يرسل رسالة واحدة فقط ويتوقف، والريسيفر أيضا يجب أن يستلم هذه الرسالة فقط ويتوقف، وهكذا. بالنسبة للبروديوسر كونسيومر بروبلم اللي ذكرنا أنه هي أحد يعني الأمثلة الرئيسية المهمة في شرح مفهوم الانتر بروسس كوميونيكيشنز، هنا أنا راح يكون طبعا تريفيال، يعني بشكل يعني تقليدي، المسج اللي راح نسميها next produced while true، يعني في كل الأوقات البروديوسر راح ينتج فد item is next produced، ويتم إرسال هذا الايتم الذي تم إنتاجه. المسج next consumed، هذا في الكونسيومر، يعني أيضا طالما while true، يعني في كل الأوقات يتم استلام هذه الرسالة أو يتم استهلاكها، ويعني consume the next item in the next consumed، يعني يتم إرسالها إلى function أو class اللي هي يعني تهتم بهذه النتائج المستلمة من البروديوسر. البفرنج أيضا مثل ما ذكرنا، the queue of messages attached to a link. البفر هو عبارة عن ذاكرة مؤقتة مشتركة بين العمليات، اللي هو عبارة عن طابور من الرسائل التي يتم إرفاقها لرابط اتصال بين عمليتين. Implemented in one of three ways، يعني يتم تمثيله بواحدة من الثلاث طرق. إذا كانت لدينا zero capacity، أي أنه no messages are queued on a link، يعني لا يتم وضع الرسائل في طابور في الرابط الاتصال، وإنما يكون رابط الاتصال عبارة عن سلك، يتم يعني وظيفته فقط أخذ الرسائل من السندر إلى الريسيفر، وبالتالي فإن السندر must wait for the receiver. إذا كان السندر أسرع من الريسيفر فإنه يقوم بإرسال الرسالة ثم ينتظر حتى يتم استهلاكها من قبل الريسيفر، ثم يقوم بإرسال رسالة أخرى، وهذا هو ما يسمى بالرندز بس. الباوندد كاباسيتي، يعني اللي هو موجود يعني في أغلب نظم التشغيل، أنه لدينا بفر له سعة خزن محددة، بحيث أنه هي finite length of n messages. Sender must wait if the link is full.
البفر يكون له طاقة استيعابية مقدارها N من الرسائل. إذا امتلأ البفر فإن السندر يجب أن يتوقف إذا كان اللينك يعني ممتلئا. بعد ذلك عندما يقوم المستهلك باستهلاك هذه الرسائل يكون السندر يعني قابل يعني يستطيع إرسال رسائل أخرى وهكذا. الـ Unbounded Capacity اللي هو الذاكرة الغير محدودة اللي هو Infinite Length Sender Never Waits. يعني نفترض أنه لدينا بفر طاقته الاستيعابية كبيرة جدا وغير محدودة، وبالتالي يعني Infinite Length يعني حجم غير متناهي، واللي هو طبعا غير موجود في الواقع، لأنه احنا نعرف أنه أي نوع من أنواع نظم التشغيل أو أي نوع من أنواع الحاسبات لديها طاقة استيعاب أو ذاكرة محددة، لأنه هذا الشيء يتم افتراضه في الـ Virtual Memory اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله في الفصول المقبلة. وبالتالي الـ Sender Never Waits، يعني الـ Sender لا يتوقف وإنما يستمر بالإرسال كل طيلة الوقت، لأنه لدينا ذاكرة غير محدودة. وهذا أيضا مثل ما ذكرنا شيء نظري غير موجود عمليا. أمثلة على الـ Inter-Process Communications، أول نظام اللي راح نتعرف عليه أو نتعرف على كيفية عمل البروديوسر والكونسيومر والتبادل الرسائل بين العمليات هو نظام البوزكس. في نظام البوزكس فإنه البروسيس فيرست كرييتس ذا شيرد ميموري، مثل ما ذكرنا أولا يجب إنشاء الذاكرة المشتركة من خلال استخدام هذا الإعاز اللي راح نشوفه هسه في البرنامج كامل. also opens used to open an existing segment to share it. أيضا يعني إحنا من خلال إنشاء هذه الذاكرة المشتركة راح نستخدم فد سيجمنت موجودة أصلا لتبادل الرسائل أو مشاركتها. بعد ذلك نحدد حجم هذا الأوبجكت أو حجم البفر اللي ذكرنا يعني سابقا أنه هو قد يكون زيرو أو finite أو infinite. هنا يعني هو محدد بأنه 4096 بايت. now the process could write to the shared memory. بعد ذلك العملية المنتجة تستطيع الكتابة في هذه shared memory أو البفر والتي يتم استهلاكها من قبل الكونسيومر أو الريسيفر. هنا يعني نلاحظ أنه S printf shared memory waiting to shared memory، هذه فقط الرسالة اللي يتم وضعها في shared memory. هذا هو برنامج البروديوسر في البوزكس، طبعا ايضا مكتوب بلغه السي بلس بلس، والبرنامج يعني ويل دوكيومنتد، يحتوي على تعليقات لكل واحد من الاسطر. هذه فقط المكتبات اللي يتم استيرادها، ستوديو دوت اتش، ستوديو لايبراري دوت اتش، سترينج، وهذه غيرها من يعني المكتبات الاخرى الخاصه بالسيستم. انتجر مين، القوس البدايه، قوس النهايه، ريتيرن زيرو. هنا نطلب اول ما ذكرنا ايضا نحدد حجم الشيرد ميموري واللي هو كونستانت انتجر سايز 4096. name of the shared memory، هذه طبعا تلاحظ انه هذه هي عباره عن تعليقات موجوده بين يعني سلاش ستار، وهنا ستار سلاش، هذه فقط تعليقات يعني مجرد دوكيومنتنج يعني توضيح للمستخدم. اسم الذاكره المشتركه هنا اعطيناها فد اسم سميناها او اس. string written to the shared memory، هنا هذه هي البروديوست داتا، البيانات اللي راح يتم وضعها في الذاكره المشتركه، واللي سوري سميناها hello اللي هو الكاركتر الاولى مسج زيرو، و world اللي هي المسج الأوث مسج 1. shared memory file descriptor integer shared memory file descriptor، هذا أيضا متغير سميناه اللي هو مجرد الفايل descriptor اللي هو يعني الاسم أو الوصف الخاص بال shared memory. ال pointer the shared memory اللي هو void pointer ptr. create the shared memory object، هذا هو اللي عز نفسه اللي ذكرناه قبل قليل، هذا هو اللي هو يستخدم لإنشاء الذاكرة المشتركة. بعد ذلك configure the size of the shared memory، نستخدم نفس هذا السايز اللي احنا عرفناه قبل قليل اللي هو حجم الذاكره المشتركه 4096 بايت. ميموري ماب تو ذا شيرد ميموري اوبجكت، هنا ايضا راح نقوم بعمليه الميموري مابينج، نحول البيانات من البروديوسر الى الكونسيومر، نقوم بعد ذلك بوضع او كتابه البيانات الى الشيرد ميموري من خلال الاس برنت بوينتر مسج 0 اللي هي هلو، وبعد ذلك نزيد البوينتر يعني بمقدار السترنج لينث، بمقدار طول الرساله المسج 0، ثم نقوم بكتابة المسج 1 أيضا في الذاكرة المشتركة نضعها في البوينتر، ثم أيضا نقوم بزيادة البوينتر مالتنا يعني بلس بمقدار حجم المسج 1، وهكذا يعني ينتهي البروديوسر. في الجانب الآخر الكونسيومر فقط هو وظيفته أيضا راح يحدد لنا حجم الذاكرة المشتركة اللي هو 4096، راح يستخدم نفس اسم الذاكرة المشتركة اللي هو OS، لأنه يجب أن يكون كل العمليتين السندر والريسيفر تستخدم نفس الشيرد ميموري. ايضا استخدمنا نفس الفايل شيرد ميموري فايل ديسكريبتر اللي هو اس اتش ام اندرسكور يعني اف دي، البوينتر تو ذا شيرد ميموري هو نفسه. بعد ذلك نقوم بفتح الذاكره المشتركه باستخدام هذا الاعاز او السيستم كول، نقوم بتحويل الذاكره اللي هو الميموري ماب، وايضا نقوم بقراءه البيانات من الشيرد ميموري. اولا يعني نقوم ب يعني قراءه الكاركتر او البوينتر الموجود في داخل الذاكره، ثم إزالته يعني remove the shared memory object. بعد الانتهاء من قراءة المحتويات نقوم بإزالته اللي هو shared memory unlink of number name، يعني اسم الذاكرة المشتركة يتم إزالتها أو حذفها من الذاكرة.
هذا هو ما يحصل في البروديوسر كونسيومر في البوزكس اوبريتنج سيستم. بالنسبه للماك اوبريتنج سيستم ايضا هو يعتبر مسج بيست، يعني الماك كوميونيكيشن از مسج بيست، يعني الاتصالات في نظام الماك هي كلها قائمه على اساس تبادل الرسائل، حتى السيستم كولز هي تعتبر رسائل، و each task gets two mailboxes at create kernel and notify. كل واحدة من التاسكات، كل واحدة من العمليات تحصل على صندوقي بريد عندما يتم إنشائها، اللي هو اسمه الكيرنل والنوتيفاي. Only three system calls needed for message transfer. ثلاث system calls، ثلاث يعني نداءات نظام نحتاجها فقط، اللي هي message send, message receive and message RPC اللي هو reproduction أو غيرها. الميلبوكس بوكس نيد فور كوميونيكيشن، يعني صناديق البريد التي نحتاجها للاتصالات يتم انشائها من خلال السيستم كول اللي اسمه بورت الوكيت، لانه احنا مثل ما ذكرنا الميل بوكس ممكن ان يسمى بورت، فهذا هو السيستم كول اللي يستخدم لانشاء صناديق البريد لتبادل الرسائل. سند اند ريسيف ار فلكسيبل، يعني الارسال والاستقبال هي مرنه، فور اكزامبل فور اوبشنز فور ذا ميل اف ذا ميل بوكس از فول. نقول انه يعني عمليه الارسال والاستقبال مرنه، لانه حتى اذا كان صندوق البريد مملوء تكون لدينا عده احتمالات لمعالجتها. اولا wait indefinitely، يعني الانتظار بشكل يعني مفتوح. wait at most n milliseconds، او الانتظار ل n من الاجزاء من الثانيه. return immediately، الرجوع مباشره. او temporarily cache a message، يعني وضع الذاكره في كاش مؤقت. هذه كلها الخيارات تحصل اذا كان الميل بوكس مملوء في حالة الانتر بروسس كوميونيكيشن سيستمز الموجودة في نظام الماك. المثال الثالث لأنظمة الانتر بروسس كوميونيكيشنز أو نظام الاتصال بين العمليات اللي موجود في الويندوز، هذا إن شاء الله راح نشرحها في المحاضرة القادمة، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.